هذه الحالة ديال واحد البنت اللي في عمرها يلا 20 سنة، واللي رجعت على واحد المشكل ديال على انها عندها حالة اكتئاب. هاد ليا ما بقاش تاكل، ما بقاش تشرب، نقصت في الوزن ديالها بزاف، حيت نقصت على الاقل واحد 10 ديال الكيلو. المهم يعني واش كاين بعض الاضطرابات بحال سكون ابيل كاشيكسي، يعني هذا ضعف تيكون كثير، ولكن كاين سكون ابيل لانوريكسي مونتال. لانوريكسي مونتال هي واحد المرض اللي تيكون الانسان ما تيبغيش يسمن، تيبدا مثلا يتقيا بزاف، تيجري بزاف، تيتحرك بزاف. المهم الغرض الاساسي ديالو هو انه ما يسمنش. المهم هي قلت لها واش كاين شي اسباب، قالت لي هذه شحال هذه تقريبا باش جاتك هذه الحاله، قالت لي هذه تقريبا سنه. قلت لها علاش، قالت لي كانت طبعا هذه الحاله هذه يعني راها زعما تكون تقدر تكون في اي بلد، ماشي الا بدات تكون هي في اوروبا، ولكن تقدر تكون في اوروبا، تقدر تكون في المغرب، تقدر تكون في اي دوله، لان ما يسمى هي على انها تتميل للبنات وما تتميلش للذكور. المهم هذه القضيه هذه علاش هي، احنا بغينا نفهموا علاش هي زعما تتميل للبنات وما تتميلش للذكور. من جمله الاسباب لان بقيت نبحث يعني في التاريخ ديالها باش نشوف اشنو هو المشكل اللي خلاها تتحول. المفروض على ان انت تكون البنت صغيره مثلا، المفروض على انها تكون تتميل للولاد من الطفوله ديالها. خصكم تراقبوا هذه القضيه هذه باش تشوفوا واش يعني البنيته ديالكم يعني تدير ماكياج، تتزوج، تتبغي دير العروسه، تتبغي مثلا على انها تبغي تجوج. كل بنت صغيره كاع 3 سنين 4 سنين تقدر تكون معلقه باها بزاف. التعلق مزيان، لان ملي تكون معلقه يعني باها تقدر كاع تقول له مون ماري، يعني انت الزوج ديالي، تتقول الاب ديالها انت الزوج ديالي. وشحال من ام بعد نوبة تتغار بنتها، يعني تقدر تقول الام تتقول واش انا عندي الشركه في الدار ولا شنو هو هذه القضيه هذه. اذا هذه القضيه يعني مهمه، ولكن هذه البنت هذه كانت طبيعيه نورمال، حتى ملي كانت في عمرها وصلت ل 10 سنوات تعرضت لواحد المحاولات ديال التحرش والاغتصاب. كان يعني الجار ديالهم ولد اللي تيكبر منها بواحد 5 سنين ولا 6 سنين، واللي كان يعني حاول يغتصبها عدة مرات. أنا سولتها زعما واش اغتصبك، قالت لي لا، لكن هو حاول عدة مرات على أنه يغتصبها. قلت لهم ملي كنتي في عمرك 10 سنين علاش ما قلتيش للوالدين ديالك بأن الجار ديالكم يعني راه حاول؟ قالت لي أنا كنت تنخاف ورخا نقول لهم، يعني ما رايتيقوش بيا وبقيت إذا ساكتة. لأن هذه القضية مهمة، أي محاولة ديال التحرش والاغتصاب في الطفولة تقدر تحول الميول ديال الولد أو البنت. لكن الولد مثلا حتى هو تعرض لمحاولة حتى هو اغتصاب وتحرش، يقدر حتى هو يكون عنده ميول مثلا يا إما الجنس الآخر يا إما المثلية. وهي مثلا دابا سكون ابيل هذه البنت هذه تعرضت لهذه القضيه ديال التحرش والاغتصاب، ولذلك هنايا ولات يعني سكون ابيل ليسبيان على ان كرهات الرجال تماما. يعني نورمال يعني متى تكون مثلا البنت تعرضت لهذا التحرش والاغتصاب من طرف ولد، من طرف ذكر، ملي راه تكبر راه تكون تتكره الرجال. وهذه القضيه تكره الرجال هو اللي خلاها اليوم تميل للبنات وما تميلش للذكور. إذا سكون أبيل لو سيندروم بوست تروماتيك. إذا هانتوما تتشوفوا هذه الحالة فيها عدة معاني. ملي تكون الوليدات ديالكم صغار خصكم تراقبوهم، ما تخليهمش يمشيو أي مكان. راه المغتصب أو المتحرش يقدر يكون معاك في الدار، تقدر تكون الخادمة، تقدر يكون لو فوازان ديالك، يقدر يكون شي واحد من العائلة ديالك. سكون أبيل زينة المحارم، يعني من العائلة، ولد عمها، ولد خالتها، خوها، جدها، يعني تيكون من العائلة. إذن هذه القضية يعني مهمة، ما تنساوش أنكم تراقبوا الوليدات ديالكم. هذا الشيء عرضنا عليكم هذه الحالة هذه، طبعا يعني هي عندها حالة اكتئاب، عندها حالة أنوركسي مونتال، عندها حالة سندروم بوست تروماتيك. حنا أعطيناها بعض الأدوية، رانتابعوها، عندها متابعات كذلك نفسية، ورانشوفوا يعني الأمور واش تقدر تحسن أو لا. طبعا هما مثلا في أوروبا عندهم هذه القضية ديال لوموسيكشواليتي شيء نورمال ولا شحال هذه كان سيت اون بيرفيرسيون، يعني شي حاجة اللي سميتو اللي غير طبيعية. دابا ولات عندهم طبيعية،
يقدر الراجل يتزوج بالراجل والمراه تتزوج بالمراه عندهم عادي. حنا الثقافه الاسلاميه ديالنا طبعا والعربيه عندنا هذه الاشياء ممنوعه تماما، ولكن اي لا اي حال حنا تنهتموا علاش بعد نوبات البنت راه تميل البنت. من جمله الاسباب الرئيسيه اذا تتكون اسباب تربويه مثلا الطفوله، وخصوصا يعني كل محاولات التحرش والاغتصاب. نتمنوا على انكم فهمتوا هذه الحاله هذه. نتمنوا تشاركونا في فيسبوك دكتور بن يشوف، في يوتيوب دكتور بن يشوف، في انستغرام دكتور بن يشوف، تيك توك دكتور بن يشوف. وموعدنا كل يوم اثنين على الساعه 10 بالليل ان شاء الله، نقوم بفحوصات يعني في الطب النفسي، الاكتئاب، القلق، الوسواس القهري، يعني الرهاب الاجتماعي، كل انواع الفوبيا، التخوفات، لو سندروم بوست تروماتيك. الطب النفسي شاسع، كذلك التخصص ديالنا في الاضطرابات الجنسيه سواء بالنسبه للذكور ولا البنات، يعني كذلك بالنسبه للمرض السمنه، العلاج السلوكي والمعرفي، يعني واضطرابات النوم والمخدرات والتدخين، هذه كلها التخصصات ديالنا الحمد لله. رقم العيادة 05-22-26-90-52، ورقم الواتساب 06-64-00-33-30 أو 06-64-00-95-50 06-64-00-95-50 ou bien l'étranger 00-212-6-64-00-95-50. ممكن ندوزلكم بالدارجه المغربيه، ممكن باللغه العربيه الفصحى، ممكن باللغه الفرنسيه، او لا ممكن باللغه الانجليزيه. الا كنتي باغي الفحص تتقول لي باغي الفحص، نعم اوكي، باغي اون كونسلتاسيون، جو فو اون تيلي كونسلتاسيون، يعني وانا نتصل عليك ان شاء الله، تقول لي السميه ديالك والمدينه ديالك، ما تقولش يعني ما تحاولش تعيط لي باش تقول لي باغي استشاره او لا تسولني حيت ما عنديش الوقت تماما. شكرا لكم، وأدام الله عليكم الصحة والعافية.